السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام ضمن سلسلة متابعاتنا الإخبارية المستمرة بشأن الحرب على قطاع غزة بعد مضي شهر على إطلاق عملية طوفان الأقصى وما حققته المقاومة الفلسطينية من إرباك للمجتمع الصهيوني الذي رد جيشه بارتكاب أبشع المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين دون أن يتمكن من تحقيق أي نصر عسكري أو سياسي يخرجه من مأزقه. وينضم إلينا في هذه التغطية هنا في الاستوديو المحلل السياسي الفلسطيني تيسير سليمان. أهلا بك أستاذ تيسير. أهلا وسهلا فيك. كما ينضم إلينا عبر خدمة زوم من القدس عضوة هيئة العمل الوطني والأهلي في مدينة القدس الأستاذة رتيبة النتشة، أهلا بك. وأيضا عبر سكايب من اسطنبول الخبير والعسكري العميد عبد الله الأسعد، وعبر الهاتف من عمان المستشارة القانونية في منظمة فيستو انترناشونال الإنسانية السويدية الأستاذة إيناس زايد. أهلا بكم ضيوفنا الكرام جميعا. لعلي أبتدأ معك أستاذ تيسير، يعني مع مرور أكثر من 30 يوم على العملية العسكرية للاحتلال جوا وبرا، كيف تقرأ؟ يعني هل هناك نتائج سياسية حققت على الأرض يمكن قراءتها فعليا؟ تمام، بالبداية تحية لك ولضيوفك الكرام ولجمهورنا الكريم. حقيقة هناك ثلاث نقاط رئيسية متوازية بعض لازم الحديث فيها بهذه التوالي. أولا عملية الإبادة الجمعية، وربما كلمة حرب ربما ليست المناسبة، هناك عملية إبادة لكل ما هو إنسان، حجر، بشر، زراعة، مواصلات في قطاع غزة. الأمر الآخر وهو السقف السياسي الذي وضع على الاحتلال الإسرائيلي، وهو أنهم بدأوا بتغيير الحكم وتسليم المفاتيح إنجاز التعبير، وهنا تدخل الفانتازيا العسكرية إنجاز التعبير، التخيل العسكري. والجانب الآخر والجزء التكمل الثاني منهم هو بعد ذلك تفكيك حماس، تسليم سلاحها، أو وصولا إلى بالنهاية قضاء الجهاز العسكري. نتنياهو امبارح انتهى بخطابه مع الطيارين الإسرائيليين أنه يريد فقط إعادة المأسورين من الضباط والأسرى والجنود. الموضوع الثالث وهو الموازي هو الجانب الحقيقة الإنجازات السياسية، هل تم إنجاز شغلة سياسية ولا لا؟ أنا باعتقادي إذا أردنا أن نأخذ التجارب الأخرى، وهناك تجارب عديدة كانت، تجارب الحرب الكوبية والحرب الفيتنامية، حرب إنجاز تعبير العصابات وإن كنت لا أحب استخدامها، الاحتلال الإسرائيلي على الأرض لم يحقق شيء إنجاز تعبير غير التدمير البشري. وأنا أقول لك يعني مثال، بعام 2007 عندما شنوا بعد عملية الوهم المتبدد وأسر الجنود، كان سقف أولمرت أنه سوف يقوم بتغيير الواقع كله في قطاع غزة. حدث بال 2008-2009 معركة الفرقان، وكانت سيفي ليفني تقول سوف نقوم بتسليم مفتاح جديد لحاكم جديد قطاع غزة، ولم ينجحوا. بحينه كتائب القسام كانت لا تتجاوز 5000 مقاتل، وهذا يعطي انطباعا لم يكن صواريخ يستطيع الوصول إلى أكثر من مدينة عسقلان، أي تقريبا 10 كيلومتر من قطاع غزة. لم يكن هناك السيطرة الداخلية الأمنية والعسكرية كما هي اليوم. الآن نحن بعد سنوات طويلة، أكثر من 15 عام من هذه الحرب، نستطيع أن نقول بكل بساطة الكتائب على الأرض لها قوة حقيقية، ليست بضربات الصواريخ التي تدخل تقريبا كل العمق المحتل الفلسطيني فيها، وليس بنوعية العمليات التي نفذتها في 7 أكتوبر والتي الجميع تكلم عنها أمنيا وعسكريا ومقدر على التنفيذ. وأيضا هي الجانب الذي يتكلم عنه قذيفة ياسين لا تكلف أكثر من 30 دولار أمريكي، تستطيع الآن أن تسقط دبابات إسرائيلية. وهنا يجب أن نتكلم بالجزء الثاني منه، الإسرائيليين وخسائرهم ليست المالية إنما العسكرية، وسوف نتكلم بالحلقة عن هذا الموضوع. نعم، في النطاق العسكري بطبيعة الحال سوف يكون معنا العميد عبد الله، ولكن أتوجه بالسؤال هنا للأستاذة رتيبة النتشة. أستاذة رتيبة مرحبا بك بداية معنا. بعد مرور شهر على هذه الحرب الظالمة على غزة وأهلها وهذه المجازر يعني التي يندى لها جبين الإنسانية، كيف تقرأين الوضع الداخلي لحكومة نتنياهو؟ هل بات اليوم مرضيا عنه داخليا، أم يعني هو يتغلغل في هذا المستنقع الذي أدخل نفسه به؟
نعم، يعني بدي أبدأ بآخر تصريح كان لموشي يالون الذي اتهم نتنياهو بأنه جهله هو أدى إلى هذا ما يسمى بالسبت الأسود لإسرائيل، وما زال بعنجهيته ورفضه للاعتراف بالخطأ والاستقالة يجر إسرائيل إلى مزيد ومزيد من العمليات غير المدروسة. وأنا لا أقصد بذلك أن المجتمع الإسرائيلي المتجه نحو التطرف ينبذ العنف الذي تمارسه دولة إسرائيل والإبادة الجماعية على قطاع غزة، بل هذا حلم أصلا الصهيونية منذ نشأة دولة إسرائيل، هي إبادة قطاع غزة عن بكرة أبيها. ولربما سبقني المتحدث الضيف قبلي الأستاذ تيسير عندما وصف يعني طموحات في الحروب السابقة لإسرائيل بمحو قطاع غزة وإيجاد حاكم جديد لقطاع غزة، وقبلها كان هنالك أيضا أحلام بأن تبتلع البحر قطاع غزة. ولكن الصراع في داخل إسرائيل، من سيتحمل مسؤولية الإخفاقات؟ حتى هذه اللحظة بعد أكثر من 30 يوم لم يحقق جيش الدفاع الإسرائيلي كما يسموه يعني طبعا مجازا أي إنجازات عسكرية في حربه اتجاه قطاع غزة، وبالتالي هذه الإخفاقات بحاجة من يتحمل مسؤوليتها، والشارع الإسرائيلي منقسم فيما بينه على تحميل المسؤولية إما للجانب الأمني العسكري أو حتى للعنجهية السياسية والمستوى السياسي لحكومة نتنياهو. مرة أخرى، ليس بخلاف على إبادة الشعب الفلسطيني، وإنما الخلاف عن الآليات الأدوات والتكلفة العسكرية والإنسانية، وموضوع ملف الأسرى الذي بدأ يشكل قلق بالنسبة للمستوى السياسي الإسرائيلي نتيجة الضغط والمظاهرات المتزايدة. نحن نعلم أن حكومة نتنياهو هي حكومة هشة منذ نشأتها، قامت على أساس مجموعة من العصابات يعني من أصحاب الصوابق حتى والإدانات وملفات الإجرام السابقة هم الأسس الأساسية لهذه الحكومة. هذه الحكومة كانت متخبطة منذ لحظتها الأولى وفي خلاف مع المستوى العسكري والأمني الإسرائيلي، أدى إلى عديد من التغيير في التشكيلات العسكرية داخل والأمنية داخل الأجهزة في إسرائيل، وأيضا عديد من الاستقالات كذلك. وبالتالي هذه الحكومة الهشة مع كل هذه نقاط الضعف التي تتحلى بها والإخفاقات التي تحملها منذ توليها الحكم بداية هذا العام، توجت هذا الفشل نعم، بفشل اسمحي لي، آخر بعدم قدرتها نعم على إدارة عذرا الأمن. للمقاطعة أستاذة رتيبة، ولكن سوف نخرج إلى فاصل ثم معكم نواصل. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في سياق تغطيتنا المستمرة لما يجري من حرب ظالمة على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية. إذا نتوجه بالسؤال هنا للعميد عبد الله الأسعد الذي ينضم معنا عبر سكايب من اسطنبول. عميد عبد الله، كيف تقرأ يعني أبرز الإنجازات العسكرية إن وجدت لهذا الاحتلال الصهيوني بعد شهر من إطلاق حملته وعدوانه؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين ولضيوفك الكرام. يعني في الواقع هناك أمنيات كان يتمناها نتنياهو والمنظومة الحاكمة له في تل أبيب والقوة الداعمة له بأن يتم القضاء على قطاع غزة وعلى مقاتلي الفصائل الفلسطينية. أنا هنا سأتكلم يعني من الناحية العسكرية بشكل كامل. ما تم جمعه من الاستطلاع حول الفصائل الفلسطينية لدى الاستخبارات الإسرائيلية طبعا كان غير كافي لأن تقوم إسرائيل بالاعتماد على هذه المعطيات واتخاذ القرار بشن هذه الحرب. كانوا يتوقعون، هم طبعا يعتمدون على الذراع الطويلة والتي هي الطيران الإسرائيلي كما كانوا يعتقدون، ويقولون بأن الطيران الإسرائيلي قادر على الوصول إلى أي منطقة في الشرق الأوسط وفي الوطن العربي. لم يحسبوا حساب طبعا لهذه الفصائل التي تعتمد على المناورة العالية، الحركة الخفيفة، على السلاح الخفيف من ميمدال ورشاش وبنادق ومتفجرات وغير ذلك، مع وجود شبكة هندسية من الأنفاق وليست شبكة حواجز ميم ألف وميم دال وأسلاك شائكة كونسرتينا وإلى غير ذلك.
تفاجأ الإسرائيلي في أرض المعركة بأن ما تم قصفه طبعا من مشافي ومن مدنيين ومن أفران ومن مصادر مياه ومدارس وغير ذلك ومساكن مدنيين لم تكن يعني كافية للهجوم على المقاتلين، لأن هذا الأمر منفصل عن بعضه البعض. المدني موجود في بيته آمن والعسكري هو الذي سيقاتل. استنادا إلى موضوع الأرض المحروقة التي يعتمدها في حروبه العدو الصهيوني، لن يستطيع أن يحقق أي خرق لمواقع الدفاع. وهنا يعني مواقع الدفاع ليست خطوط دفاعية لدى الفصائل الفلسطينية كما تستخدمه الجيوش، خط دفاع أول وخط دفاع ثاني وعمق. لذلك أرادت بعد يعني بعد عدة أيام من القصف أن تتقدم وببطء وحتى بسرية. هذا البطء الذي تقدمت به طبعا مع تنفيذ رمايات من القواعد النارية من الدبابات والمشاة لم يحقق أي شيء، تقدمت ببطء مما أدى إلى أنها أصبحت أهداف ثابتة أمام الفصائل الفلسطينية والمقاتلين الموجودين في الأنفاق، فأصبحوا يصطادوا الدبابات اصطياد بشكل كبير، والجندي الذي يترجى من الدبابة قد يقول قائل أن يعني المهم أن هناك تقدم ولو كان بطيئا، فالأمر هنا يرجع إلى يعني المسألة مسألة وقت، ليس إلا أم أن المقاومة الفلسطينية لربما تستدرج قوات الاحتلال إلى مستنقع وعملية استنزاف لقواتها؟ طبعا هذا السؤال هام وهو ما كنت يعني أستطرد به في خضم الحديث. عندما تقدموا بدأوا وصلوا إلى نقاط لم يكونوا يعرفون بأن هنا أصبحت النقاط أو الأنفاق أو نقاط الاستناد للأشخاص. عندما تقدموا أصبحت الرمايات ضمن المدى المجدي للسلاح الخفيف، وحتى دخلوا بين نقاط الاستناد وأصبح العناصر ينطلقون من نقاط الاستناد ويضعون القذيفة أو الطلقة سواء الجوفاء أو المتفجرة في يعني لصق برج الدبابة في أسفل. عندما تنفجر تقوم بتدمير الدبابة بالكامل. هذا الموضوع ليس تقدم وليس نجاح، هذا التقدم ليس يعني ليس فيه نوع من أنواع النصر، بالعكس هو أنزل في هؤلاء الصهاينة خسائر كبيرة جدا. وما لاحظناه طبعا من يعني يشاهد يوميا الأحداث الدراماتيكية على الأرض في قطاع غزة يجد بأن العدو ارتكب حماقة كبيرة جدا، والأعداد القتلى الموجودة لدى العدو الصهيوني هي أعداد مرتفعة، ويوميا ترى المظاهرات أمام منزل نتنياهو وانتقادات من رؤساء أجهزة الشباك ورؤساء وزراء سابقين، لما طبعا يجر من ويلات على الكيان الصهيوني أو التجمع العدو. هؤلاء الموجودين أو السكان الموجودين في الكيان هم مستوطنين، جاءوا من دول أوروبا، من النمسا، من ألمانيا، من بريطانيا، من كل دول المنطقة. أضف إلى ذلك يعني هناك نوعين من الانكسار، النوع العسكري، النوع الأول هو العسكري، الانكسار العسكري بعد شهر تقريبا، بعد شهر انكسار عسكري كامل، هذا ليس يعني نجاح نهائي. النوع الآخر هو انكسار مجتمعي اجتماعي، هؤلاء المستوطنين يعني بين قوسين المدللين، طبعا وعدوا أثناء ما كانوا في أوروبا بأنهم سيأتون إلى مجتمع آمن يسمى البرج والسور، محميين بكل أنواع السلاح، قبة حديدية، عناصر. تفاجأوا بأن ما تم الحديث عنه غير معادلة الصهاينة في قتالهم وفي يعني محيطهم الذي يعيشون به بأنهم غير آمنين. فلذلك الآن أصبحت ضمن السبب الثاني اللي هو الاجتماعي أصبحت هناك هجرة عكسية، هذا انكسار آخر. يعني إذا ما أخذنا الموضوع من كل جوانبه، إضافة إلى الجانب الاقتصادي وأن الموظفين في المؤسسات الحكومية وفي المؤسسات الاقتصادية وإلى غير ذلك هم الآن تعبأوا احتياط، وإسرائيل الآن خسرت لا يقل عن 50 مليون يعني هذه الخسائر لربما تعوضها بها الإدارة الأمريكية
يعني 14 مليار دولار وغيرها من هذه الأمور. أستاذ تيسير، يعني نلاحظ جولات بلينكن المكوكية لدول المنطقة بالتزامن مع هذا العدوان ورفض الإدارة الأمريكية وقف إطلاق النار بأي شكل من الأشكال. ما الذي تحاول الإدارة الأمريكية تحقيقه على أرض الواقع وفي هذه المنطقة في ظل تسارع الأحداث؟ تمام. الاحتلال الإسرائيلي بعد عام 67 قدر أن يقنع المنظومة الأمريكية أنه حصان يراهن عليه، وبناء عليه بدأ هذا الرهان يزيد ويستثمر أكثر. الولايات المتحدة منذ عام 67 إلى اليوم استثمرت مئات المليارات من الدولارات، واستخدمت إسرائيل بعدة ملفات، منها ضرب ما يمكن أن يسمى الذين يخرجون عن السيطرة الأمريكية بحجة أن الاحتلال بالمنطقة وله مصالح، وخذ ذلك العراق سابقا، سوريا، لبنان، فلسطين، مصر، وبعض الأمور الأمنية التي حدثت ومن ضمنهم ضرب السودان فترة من الفترات. على هذا الأساس بدأ الاحتلال أو الأمريكان يتعامل بعد 7 أكتوبر أن هذا المشروع أمامه كله فيه بخطر، يعني مرحلة الخطر ليست مرحلة الضرب القاضية إنجاز تعبير، هي مرحلة النقاط التي أسقطت صورته بالوجه. وأنت تعرف أن أي استثمار هذا لربما يفسر وصول البارجات وهذه الأسلحة. نعم، وأنا هنا سوف أضربها بين لغة البزنس والاستثمار ولغة الجانب العسكري إذا سمح أن الأخ العسكري بهذا الموضوع، وهو أن مشروعك أصبح في خطر فلابد من دعم، والدعم هو يكون أحيانا بضخ الأموال في الشركات الخاسرة. هنا كان الدعم بالسفن وحاملات الطائرات والأسلحة، لدرجة أنه رئيس وزراء بريطانيا لم ينتظر أن يرسل الأسلحة من بعده، ركب في طائرة الأسلحة وجلب. ألمانيا، هولندا، وإن أردنا أن نتكلم شكل الاستثمار الذي هم قدموا، فرنسا قدمت المشروع النووي لإسرائيل بعد 56، بريطانيا قدمت خطوط الإنتاج الأسلحة سنة 47 وسلمت لواء كامل من اليهود في جيش البريطاني لاحتلال بقية فلسطين، وما فعلوه من إدخال كمية يعني اليهود. هنا انتقلنا من الوكيل إلى الأصيل بشكل جلي واضح. نعم، هذه المعركة ليست فقط هيك، نحن أصبحنا نتكلم بالعناوين الواضحة. إسرائيل لم تعد تلك الجسم الذي يقاتل، إنما إسرائيل أصبحت واجهة التي تقاتل فيها، لكن السفن الأمريكية وغيره أصبحت. بالإضافة أخي، تاريخيا نحن كان عندنا مشكلة بالأنظمة. ما هي الأنظمة حتى تثبت نفسها؟ كانت تريد أن تكون لا يكون هناك صوت ولا إمكانيات ولا أخرى. أنا أقول لك فقط بس معلومة ربما جديدة على كل الإخوة الذين عملوا كتائب القسام، عندما بدأت تقاتل كان ينقصها الأسلحة التي تضرب فيها الدبابات. كانت الدبابات الإسرائيلية تدخل إلى جبالها، تختار من تريد وتخرج، تدمر ما تريد. مع المدة والتطور وصلوا أن قذيفة الياسين بتصنيع عالي الجودة استطاعت كتائب القسام خلال الأشهر الماضية بتصنيع أكثر من 10,000 قذيفة وتوزيعها على الألوية وعلى المناطق وعلى الكتائب وعلى الفصائل وعلى الحظائر، لدرجة أنه لا يوجد شيء اسمه مستودع، يوجد شيء كل مجموعة ولها ذخيرتها الخاص. هاي بالعشر تلاف قذيفة، لو افترضنا 50% منهم سوف يصيبوا دبابات ومجنزرات، نعم، سوف نتكلم عن 5,000 مجنزرة إسرائيلية، وإسرائيل لا تمتلك إلا 7,000. نعم، يعني هذا الموضوع لربما يفيدنا فيه أكثر العميد عبد الله، ولكن دعني هنا أتوجه بالسؤال للأستاذة رتيبة. أستاذة رتيبة، يعني بلينكن أو عفوا الرئيس الأمريكي قال أكثر من مرة أن هذا الكيان المحتل، يعني إن كان لم يكن هناك إسرائيل فيجب علينا أن نصنع إسرائيل، يعني هذا الاستثمار هل بات مجديا بالنسبة للإدارة الأمريكية أم أصبح لربما مع الوقت عبئا يعني يثقله الزمن؟ سأخذ في عين الاعتبار كل ما قاله ضيفكم الأستاذ تيسير. نعم، اليوم حرب الإنابة التي كانت تخوضها إسرائيل للمصالح الأمريكية أصبحت ضمن التهديد. هذا ما دفع بايدن للحديث بأن ما حدث في 7 أكتوبر هو تهديد للأمن القومي الأمريكي، ما دفعه بالإسراع بتحريك البارجة إلى البحر الأبيض المتوسط. أمريكا لديها مصالح في المنطقة، وأحد مصالحها في المنطقة هي منع كمان التمدد والمشروع بالقوى الصاعدة مثل الصين وروسيا وغيرها من دول البريكس أيضا في منطقة الشرق الأوسط، وكانت تعتمد على إسرائيل بشكل كبير جدا
في القيام بهذا الدور بالإنابة وبانشغالها، خاصة في انشغالها بالحرب الروسية الأوكرانية. اليوم انهزاز صورة إسرائيل كقوة رادعة في المنطقة، اهتزاز صورة الجيش الذي لا يقهر، جعل المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط موضع تهديد، وهذا طبعا ما أثار قلق بايدن. بايدن دائما يتحدث، ليس فقط بايدن وهو الآن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذه يعني هناك تسجيلات في عدة مواقف له سابقة، وأيضا هو موقف الإدارة الأمريكية، ليس فقط الجمهوريين أو الديمقراطيين في الإدارة الأمريكية، بأن إسرائيل أصلا هي دولة أنشئت من أجل أن تكون نوع من دولة وظيفية في الشرق الأوسط لرعاية المصالح ليس فقط للولايات المتحدة الأمريكية بل للدول التي فازت في الحرب العالمية الثانية، وبالتالي نحن ما زلنا نعاني من أحد نتائج الخسارة في الحرب العالمية الثانية وفوز بعض الدول ورعاية مصالحها منذ الحرب العالمية الثانية حتى اليوم. الملاحظ بإسرائيل أنها لا تخضع للقانون الدولي ولا القانون الدولي الإنساني ولا قرارات الأمم المتحدة، لأنها أنشئت بالتوازي مع ما يسمى بالأمم المتحدة، وتخدم نفس الغرض، تخدم غرض الدول التي فازت في الحرب العالمية الثانية، وبالتالي هي تستطيع أن تجد الحماية من هذه الدول لانتهاكها للقانون. ولكن بالرغم من كل هذه النقاط التي تحسب لإسرائيل ودورها الوظيفي لحماية مصالح الدول العظمى مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وغيرها من الدول، ويعني حرص هذه الدول من خلال زياراتها المكوكية للمنطقة وزيارة كبار يعني مسؤولينها للمنطقة لتقديم الدعم المادي والعسكري والاستشاري والسياسي والقانوني لإسرائيل، هذه الدول أيضا بدأت تفقد يعني ثقتها بنتنياهو كقائد لدولة إسرائيل وقادر على القيام بهذا الدور، وبدأت تعيد حساباتها في إمكانية الاعتماد على المجتمع الإسرائيلي بكل النزاعات والخلافات الداخلية الموجودة بين المستوى السياسي والمستوى العسكري في إسرائيل برعاية هذه المصالح، وهذا ما دفع أيضا برئيس السي اي اي وقوات من السي اي اي وقوات وجنرالات من الولايات المتحدة الأمريكية وقوات دايتون دلتا وغيرها للقدوم للمنطقة للإشراف بشكل مباشر على رعاية مصالحها الأساسية، ومن بينها حتى إدارة ملف الأسرى، من يدير اليوم ملف الأسرى المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة هي الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر مع دول وسيطة أخرى. كل هذه الأخبار وكل هذه المقدمات تقودنا إلى أن هنالك شك بأن الحكومة الإسرائيلية الحالية قادرة على أداء الدور الوظيفي التي وجدت إسرائيل من أجله، وأن الولايات المتحدة الأمريكية بغض النظر كانوا جمهوريين أو ديمقراطيين، سواء سيفوز بايدن في الانتخابات القادمة أو سيخلفه شخص آخر، هم لم يعودوا على ثقة بأن إسرائيل قادرة على إدارة مصالحهم في المنطقة، وبحاجة إلى تعزيز قواعدهم العسكرية في الشرق الأوسط مرة أخرى والاستثمار بها عسكريا مرة أخرى وبقوة، ويعني التوازن ما بين الانشغال بالحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت تخف أضواءها اليوم هذا الشهر مع ما يحدث في قطاع غزة لصالح حراسة مصالحها في الشرق نعم. الأوسط. أستاذة إيناس، أهلا بانضمامك إلينا، المستشارة القانونية. يعني السؤال الذي يطرح نفسه، هذا الكيان الصهيوني منذ تأسيسه وحتى الآن لم يلتزم بأي قواعد أو يعني قوانين دولية، فوق ذلك الآن تنطلق لربما تصريحات عنصرية، يعني كان لربما من ضمنها تصريح وزير التراث في حكومة الاحتلال بأن ضرب قطاع غزة بقنبلة نووية بات ممكنا. ما رأي القانون الدولي والمجتمع الدولي عامة بمثل هذه التصريحات؟ لماذا لا يعني تخرج هذه التصريحات للعلن وتتم إدانتها من قبل المجتمع الدولي؟ نعم،
يعني في البداية التهديد في استخدام قوة نووية أو التهديد باستخدام السلاح النووي على أشخاص مدنيين أو في أي منطقة هو يعتبر بحد ذاته جريمة وفقا للقانون الدولي، ولكن عندما نتحدث عن الكيان الإسرائيلي، يعني نحن نتحدث اليوم عن دولة أو يعني كيان خارج عن القانون، لا يمكن أبدا أن يعني يتم محاسبته وفقا لوجهة نظر الغرب والعالم. لا يوجد هناك قواعد منطبقة أبدا على ما تفعله إسرائيل في فلسطين. هناك العديد من القواعد التي تم انتهاكها، ليس فقط هذا التصريح بالمناسبة، التصريح التحريضي والذي يدين يعني إسرائيل بجريمة إبادة جماعية، ولكن هناك العديد من التصريحات التي كانت يعني صريحة وواضحة بأن هناك نية متعمدة لقتل الفلسطينيين وقتل. نعم، يعني الأمور خرجت عن نطاق التصريحات أيضا، وباتت هناك يعني جرائم حرب على أرض الواقع، يعني لم تبقى جريمة إلا وارتكبتها قوات الاحتلال. لم يبقى جريمة إلا وارتكبتها قوات الاحتلال، ولكن يعني عندما نتحدث نحن كقانونيين وعندما نسأل يعني أين القانون الدولي في هذا النزاع وفي هذه المعضلة، يعني نحن فعلا يعني لو كان هناك منظومة حقيقية دولية لمحاسبة مجرمي الحرب ومجرمي ضد الإنسانية فسيكون المحاسب الأول هي إسرائيل. يعني لم يكن هناك أي طرف على مدار التاريخ ارتكب جرائم فظيعة بهذا الشكل وبهذا التعدد، لأننا عندما نتحدث عن جرائم إسرائيل نحن لا نتحدث عن جريمة واحدة في وقت واحد، نحن نتحدث عن عدة جرائم. اليوم الحصار المفروض على غزة منذ 16 عاما هو بحد ذاته جريمة بغض النظر عن استهداف المدنيين الموجودين الآن في غزة بشكل يومي ومتعمد، وبغض النظر عن استهداف أيضا الطواقم الطبية والأعيان المدنية. ليس هناك هدف عسكري واحد في غزة تم استهدافه من قبل القوات الإسرائيلية، ومع ذلك لا يوجد أي محكمة فتحت بمواجهة القادة الإسرائيليين، على غرار أو على عكس ما تمت المطالبة به اتجاه بوتين على سبيل المثال عندما قام بضرب أحد المواقع المدنية عن طريق الخطأ عندما صرح بذلك. نعم، الأمر طالبوا بفتح محكمة جنائية دولية لمحاسبته كمجرم حرب. إذا لماذا تسقط المنظومة الدولية والقانونية؟ ولربما نعم، ولربما هنا يعني تنكشف أو ينكشف زيف الادعاءات الأوروبية والغربية وهذه الازدواجية أيضا. الإدارة الأمريكية كما تعلمين تشكل غطاء لهذا الكيان المحتل، سواء في مجلس الأمن الدولي وغيره من المجالس الحقوقية. السؤال هنا يعني نلاحظ أن الرأي العام العالمي ازداد من القضية الفلسطينية وأيضا بأحقيتها وزيف ادعاءات والسردية الإسرائيلية. هذا الارتفاع في الوعي إلى أي مدى يلزم الإدارة الأمريكية والمجتمع الغربي بالالتزام بالقانون الدولي بحرفيته على الجميع بمن فيهم إسرائيل؟ يعني لا، يعني إذا كان هناك ضغط شعبوي، قد يكون هناك ضغط شعبوي على الدول الأوروبية وأمريكا أيضا من خلال المظاهرات التي تحدث اليوم في الشارع والتي تندد في هذه الجرائم التي تحدث والتي لا يمكن أبدا إنكارها بأنها جرائم، على عكس الرواية الإسرائيلية التي يعني تبين وتضحد هذه الجرائم بقولها أنها دفاع عن النفس. أصبحت هذه يعني المقولة وهذه الحجة واهية جدا أمام العالم. هناك استخفاف كامل بعقول الناس والبشر، هناك تزييف للحقائق وتزييف للصور والفيديوهات من قبل الاحتلال الإسرائيلي. لا يوجد هناك أبدا يعني نقل حقيقي للصورة الحقيقية التي تتم الآن على أرض فلسطين. اليوم مع هذه الحرب أصبح هناك ثورة في الوعي العالمي حول ما يحدث وحول ما هي القضية الفلسطينية ابتداء، لأن هناك أشخاص كانوا مغيبين تماما عما يحدث في فلسطين. وهذا الأمر نعم أصبح يعني هناك تحرك على الشارع سواء في المدن الأوروبية أو في أمريكا، وهذا قد يكون ضاغط باتجاه الحكومات التي تدعم سلطات الاحتلال سواء عسكريا أو ماديا. ولكن من الجانب الحقوقي يعني إذا كنا نريد أن نقول عن تطبيق القواعد القانون الدولي على إسرائيل، فهذا يتطلب إرادة سياسية حقيقية. لا يوجد هناك دولة من الممكن أن تلزمها أمريكا، يعني وهي تصنف نفسها بأنها راعية على الدول،
تلزمها بالقانون الدولي، ومن ثم نرى هذه الجرائم وتفلت إسرائيل والقادة الإسرائيليين العقاب، هذه مهزلة قانونية، ولا يوجد أبدا 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 لا يوجد أي تبرير لما يحدث اليوم في على أرض غزة. استهداف وجرائم واضحة لا يمكن أبدا أن يتم إنكارها، لا بفيديوهات مصورة ولا حتى في صور مزيفة. لذلك فنحن يعني نعول، نحن حقيقة يعني كشعوب أيضا نعول على الضغط الشعبوي الذي يمكن أن يحدث الفارق اليوم على الأرض، ولكن تحسب لهذه المعركة بأن فعلا زادت الرأي العام والرأي الدولي ووعيه في القضية الفلسطينية وبالجرائم التي يرتكبها الاحتلال. نعم أستاذة إيناس، لعلي أختم معك بهذا السؤال عن الأسرى الفلسطينيين. يعني هناك 6,000 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، وطالبت الكتائب والمقاومة الفلسطينية بتبييض السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق سراح الأسرى لديها. لماذا لا يتم طرح هذا الموضوع من قبل يعني الجهات الدولية في المجتمع الدولي؟ فعلا هناك أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، لماذا لا يتم إطلاق الأسرى مقابل الأسرى؟ لأن إسرائيل لا تريد ذلك. إسرائيل لا ترى أي اعتبار للأسرى الإسرائيليين الموجودين لدى المقاومة الفلسطينية. يعني وهي ووزير التراث الذي أشرت إلى تصريحه قبل قليل عندما سئل أنه ما مصير الأسرى في حال أنك ألقيت قنبلة نووية على غزة، قال سنعتبرهم خسائر معركة. يعني هو لا يجد أي أو لا يضع أي قيمة للأسرى الإسرائيليين الموجودين كأسرى لدى المقاومة. وهذا يعني ما يثبته المرور شهر كامل من الضغط الشعبوي أو المحلي الإسرائيلي على الحكومة، ولكن لم تقم بأي ردة فعل تجاه هذا الموضوع، ولم تقم بأي يعني مبادرة لطرح تبادل للأسرى أو حتى اتفاق حول هذا الشأن. فهم لا يرون يعني بعين يعني الجدية موضوع إعادة الأسرى إليهم، ولا يرونهم أيضا كبشر وكأناس يعني. بالتالي وهناك يعني نوع من يعني الاستخفاف والاستهزاء أيضا بالأسرى الفلسطينيين، لأنه يتم التنكيل بهم بالمناسبة لمجرد الانتقام من يعني ما تقوم به المقاومة الفلسطينية في إسرائيل. هناك تنكيل بالأسرى بالمقابل، وهناك حرمان لهم من أساسيات الرعاية يعني والحياة. ومع ذلك لا يوجد أبدا أي طرح لهذا الملف، لا على يعني من قبل أمريكا أو من الساحة الدولية، ولا حتى يعني محليا أو من قبل الحكومة الإسرائيلية بحد ذاتها. يعني نحن نجد بأن ملف الأسرى الفلسطينيين هو ملف مهم جدا، لما يعني يحمله أيضا من مآسي، لأن هناك يعني العديد من الانتهاكات التي ترتكب بحق الأسرى الفلسطينيين الذين أيضا اعتقلوا بدون سبب وبدون مبرر. شكرا. ولا يوجد هناك أبدا يعني حتى وإن يعني انتهت هذه الحرب، لا يوجد أبدا أيضا يعني تغاضي عن هذه المسألة. نعم. أو حتى إذن يعني وصلت الفكرة أستاذة إيناس زايد، المستشارة القانونية في منظمة فيستو انترناشونال الإنسانية السويدية، كنت ضيفتنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك. أتوجه بالسؤال هنا لسيادة العميد عبد الله. يعني عميد عبد الله، الأسلحة الأمريكية والغواصات الأمريكية وهذا الزخم العسكري الأمريكي ما زال يصل إلى المنطقة، ما الهدف منه؟ ألا يكفي تلك لربما البارجات والأسلحة الأمريكية التي وصلت حتى الآن؟ الآن ما يتم تحشيده في غزة هو طبعا يعني أو على سواحل غزة وفي البحر المتوسط من موارد ومن سفن حربية ومن طرادات، كل هذا طبعا من أجل معركة استراتيجية كبيرة. أما ما يجري في غزة يعني لنقل أن فلسطين المحتلة يعني ليس لها عمق كبير. يعني نجد الخارطة الفلسطينية من جهة الشمال وحتى الجنوب ليس لها عمق كبير من الحدود الشرقية وحتى الغربية لساحل المتوسط، لا تجد نفعا هذه الأسلحة الاستراتيجية التي جاءت، لا تجد نفعا مع عناصر مقاتلين يخوضون معركة قريبة. هذه المعركة القريبة لا يجد فيها نفعا لا الطيران، حتى الطيران الإسرائيلي لا يجد نفعا على المقاتلين. ونلاحظ الآن هم يقصفون مشافي ومدارس وأماكن إيواء لاجئين، أما على المقاتلين لا يمكن أن يكون تأثيرا قوي، لأن عند التحام
الطرفين مع بعضهما البعض لم يعد تأثير مجدي لكل الأسلحة الاستراتيجية من طيران وبحرية وصواريخ لوجستية وأي شيء من ذلك. لذا نجد أن إسرائيل وكأنها اختارت يعني معركة تريدها الفصائل الفلسطينية من دقة الالتحام وقرب المسافة أو خطوط الاشتباك بين المقاتلين بين بعضهم البعض. ربما طبعا ربما يعني نذهب أبعد من ذلك، نقول بأن أمريكا الآن جاءت بكل هذه الأسلحة. طبعا الكل يعرف بأن الحرب في أوكرانيا طبعا هي حرب يعني حرب روسيا وأمريكا أو حرب روسيا والناتو بالكامل. روسيا تريد الآن في سوريا أن تكون هذه ورقة جيوسياسية جيوبوليتيكية بيد الروس في وجه الأمريكان. لذلك أمريكا طبعا بعد التحركات الروسية والتحشيد الروسي الدولي تريد أمريكا أن تعيد حساباتها، لأنها في الواقع في الإدارة الأمريكية الحالية وفي عهد أوباما أصبحت الآن الإدارة عفوا أصبحت سابقا الإدارة الأمريكية مضبطة ومحبطة طبعا بما قام به أوباما في السابق. تريد الآن الإدارة الأمريكية أن تعيد حساباتها بامتلاك ورقة كبيرة بالتحديد في المنطقة الجغرافية في سوريا، ولأن سوريا هي مفتاح كبير للشرق الأوسط وللدول الإقليمية بما فيها إيران وتركيا والدول المحيطة بها من دول الوطن العربي. فأعادت الآن أمريكا حساباتها بأن تعود إلى المنطقة بقوة ومع حلفائها طبعا، لأن نجد الآن أمريكي وإيطالي وبريطاني وألماني وفرنسي كلهم طبعا جاءوا إلى تلك المنطقة من أجل أن يكون هناك إثبات قوة والحفاظ على ما حققته كل الأطراف في سوريا من خلال 12 عام مضت، وكانت للأسف شديد لصالح روسيا وليس لصالح أمريكا كوضع جيوسياسي. نعم أستاذ تيسير، يعني هل تتفق مع العميد عبد الله بهذا الأمر أن أمريكا بعد أن كانت خططها الانكفاء من الشرق الأوسط وتخفيف هذا العبء عليها قررت العودة وبقوة من خلال ربما يعني هذه المؤشرات البارجات وغيرها من الأمور، يعني سوف ترجع ويرجع الزخم الأمريكي في المنطقة؟ لكن السؤال هنا، هل أمريكا داخليا وجو بايدن بالتحديد هل وضعه الداخلي يسمح له بهذه العودة؟ تمام. تاريخيا أمريكا كان عندها انكفاءات وليس انكفاء، جزء من انكفاءاتها كان ما قبل الحرب العالمية الأولى، بعدين الحرب العالمية الأولى ووصولا إلى الحرب العالمية الثانية التي وصلت أنها غير مستعدة لحرب واحتاجت أن تبني سفن وتعمر وتعيد. إضافة إلى أن نظرية الأمريكانية بالسفن والغزو تغيرت إلى نظرية المرتكزات، فأصبحت تعتمد على نقاط معينة مثل منطقة كوريا وما حدث في تلك المنطقة، اليابان وجود قوات، ألمانيا وجود قوات، قبرص وجود قوات، تعتمد على الحلفاء، تعتمد على ليس على الحلفاء إنما على قواعد عسكرية موجودة في الحلفاء، وهنا في تركيا يوجد بعض القواعد العسكرية بهذا المبدأ، وبالعراق لم تخلوه مع أنها عملت عملية انسحاب إجباري. الأمر الثاني وهو الانكفاءات التي تقوم فيها الولايات المتحدة تاريخيا أيضا هي ليست انكفاءات بمعنى إرادتها الكاملة، إنما اضطرت لها. انظر ماذا كان في أفغانستان، واضطرت المنظر الطائرة وهي تخرج عليها الآلاف من الناس يعزز أن الانسحاب كان ليس تقهقرا، ولم يحقق أهدافه وطالبان. نعم. لكنه كان مدروس لأنهم هناك معركة في أوكرانيا سوف تبدأ ولا يريد قوات لهم في أفغانستان، كانت مدروسة من ناحية الزمن أن المعركة قادمة في أوكرانيا ولا نريد أن يكون لنا قوات متعرضين للضرب في مناطق. ما حدث في العراق، ما حدث في لبنان سابقا، ما حدث في الصومال في 1994 و93 عندما انسحب واضطر جنوده بالانسحاب، أيضا تاريخيا الأمريكان والفرنسيين أيضا انسحبوا من عدة أماكن منها فيتنام ومنهم في لبنان بعد التفجير. الاحتلال الإسرائيلي أصبح عنده قناعة
أن هو كان يتصدر كواجهة قوية، لكن الذي حقيقة كان يدير الأمور الولايات المتحدة بأمريكا. وحتى لو أردنا أن نفصل ذلك، انظر في حرب العبور التي كانت قبل 50 عاما وفي 6 أكتوبر، نعم يعني ما حدث أن الأمريكان قاتل بجنوده وطائراته، يعني ولم هذه العودة الأمريكية يمكن أن يفهم منها أن أمريكا باتت يعني تسعى للسيطرة على الوضع بأيديها، بعيدا لربما عن الاعتماد على إسرائيل، هذا الكيان الذي تم زرعه في المنطقة. هل أمريكا يعني تستعد للعودة لكي تكون هي المسيطرة؟ لا، ليس كذا. أمريكا عندها تجربة قاسية جدا في لبنان وفي العراق، ويقولون 5000 قتيل قتل لهم في العراق، هو أكثر بكثير لو أردنا أن نحسب من دفع لهم الجنسية الأمريكانية من أجل أن يكونوا. لها تجربة أيضا بأن الولايات المتحدة تنظر أنه في بعض أمور لا تقاتل، هي يوجد من يقاتل، مثل ما تفعل الآن بأوكرانيا، مثل ما فعلت في كوريا، مثل ما فعلت في بعض أمور زي فيتنام وغيرها، لما عندما نزلت هي اضطرت أن تنسحب وتوجع فيها. الأمر الآخر وهو أمر حساس يجب أن نتكلم فيه، أنه منطقة الشرق الأوسط وخاصة حسابات الولايات المتحدة متعددة فيه. أولا لو أردنا أن ننظر لمكانة إسرائيل وحرصها عليه، النفط الذي موجود في روسيا ووصولها، روسيا موجودة في اللاذقية، روسيا جالسة في سفنها في اللاذقية، كانت تطمح أن يكون لها في ميناء البحر المتوسط لأن تجلس في تركيا ونفسها بالتوسع أو الاتساع قليلا، وما يحدث في ليبيا من أحداث، كل هذا يتطلب أن إسرائيل لا تخسر، ولذلك أمريكا تسعى ومعها بريطانيا وفرنسا أن تكون الأداة، لأن الذي لا يستطيع أن ينفذونهم بأيديهم تنفذه إسرائيل بالأموال التي تدفع لها. وأنا أريد بذلك أستشهد ما قاله ترامب الرئيس الأمريكي عن استهزائه بنتنياهو والحكومة الإسرائيلية ونظرته إليهم التعيسة أنهم خسروا المعركة أمنيا وعسكريا، عندما تكلم عن خطتهم المشتركة لضرب قاسم سليماني في العراق، كيف قبل 24 ساعة إسرائيل رفعت التلفون قالت له آسفي أنا لن أدفع هذا الثمن، لن أدفع الثمن لأن لا تريد أن تكون جانب. أنا باعتقادي جزء من الذي يحدث الآن هو محاولة إنقاذ إسرائيل أقل ما فيها بعدد النقاط، لأنه عمليا هي انضربت ضربات جامدة، أوجعت ضربات جامدة إسرائيل داخليا. وأنا كشخص مختص باللغة العبرية لو أقول لك ما هو المشاكل الداخلية لديها، مظاهرات في المدن الإسرائيلية، تم البارح أشدود ومدينة بير السبع اعتبارهم متضررين بفئات 100%، تم إخلاء مدينة عسقلان، تم إخلاء مدينة سدرود، تم إخلاء مدينة كريات شموني، أكثر من 70 قرية ويشاف أو مستوطن تم إخلاءهم، أكثر الفنادق في البحر الميت وإيلات كلها مليئة، والصواريخ التي جاءت البارحة من العراق وجاءت من اليمن قبل أيام جعل المجتمع الإسرائيلي يقول نحن مع من؟ نحن بحالة صراع مع عديد من الدول، وهذا ما لا تريد أمريكا أن تخسر إسرائيل بالنقاط. نعم أستاذة رتيبة، يعني كما ذكرنا قبل قليل لربما الحكومة الإسرائيلية باتت مأزومة وحكومة نتنياهو تبحث عن مخرج لها، ولكن يعني كما ترين الولايات المتحدة تسعى لربما في إنقاذ هذا الموقف الإسرائيلي. السؤال الذي يطرح نفسه، هل ينفع النفخ في الميت؟ هل يعني الإدارة الأمريكية أو عفوا الحكومة الإسرائيلية هل سينفعها هذا الدعم الأمريكي في ظل فشلها على أرض الواقع؟ يعني أولا الرئيس الأمريكي تحدث بشكل صريح وبالتلميح بأنه انتهى من نتنياهو كرئيس لدولة إسرائيل، وبأنه نتنياهو عليه بالأيام المتبقية له أن يدرس كيف سينقل العبر والدروس المستفادة ما حدث في 7 أكتوبر لمن يليه في الحكم، وبالتالي هذا معناها أن الإدارة الأمريكية بالعامية غسلت إيديها من حكومة نتنياهو، وهي الآن تبحث عن بديل قوي وقادر على إدارة مصالحها في المنطقة. وكان رد نتنياهو من خلال خطابه عندما تحدث سأري العرب، لا لم يتحدث عن الفلسطينيين أو حماس، سأري العرب والمنطقة صورة القوة والخوف، بمعنى ما يقوم به الآن في قطاع غزة هو محاولة استعادة صورة القوة والقوة الرادعة التي دائما كانت تهدد فيها الولايات المتحدة الأمريكية المنطقة التي تسمى إسرائيل لرعاية مصالحها. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية بعثت مختصين لإدارة الحرب بمجلس الحرب في إسرائيل، وبعثت يعني رئيس السي اي اي وبعثة من السي اي اي بالأمس كانوا موجودين في إسرائيل، هذا دليل
واضح بأن الإدارة الأمريكية لم تعد تثق بمن هم موجودين الآن في الحكم لإسرائيل، وهذا لا يعني بأن الإدارة الأمريكية تزكي رئيس المعارضة أيضا ليكون مكان نتنياهو، لأنه أيضا كان جزء من حكومة الحرب، حكومة الطوارئ ومجلس الحرب، وهي دفعت به محاولة إيجاد توازن ضد أو يعني لكبح الجنون والعشوائية لدى نتنياهو، بنيامين نتنياهو، ولكن للأسف لم ينجح في تحقيق هذه الصورة المرجوة والتي رجتها الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك طرح البديل لنتنياهو ما زال قيد الدراسة لدى الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية يعني ومصالح الأمريكية هي تخاف من تصاعد القوى الصاعدة في العالم في الشرق الأوسط، وبالتالي ما تم استعراضه من القوى هو ليس الهدف منه فقط كما تحدث حتى السابقين، هو فقط روسيا أو الصين أو مصالح روسيا في سوريا أو مصالح إيران في لبنان أو غيرها، بل هو أبعد من ذلك، وله حسابات اقتصادية وله حسابات جيوسياسية ولديه حسابات أخرى. نعم، أمريكا بحاجة الآن لاستعراض قوة كبير جدا لاستعادة مصالحها في المنطقة ولمنع، يعني وهذا شكل رادع أيضا وليس فقط استعادة، وإنما منع الدول العربية والإفريقية من حسم توجهها نحو القوى الصاعدة ونحو البريكس كبديل للولايات المتحدة الأمريكية التي تخاف من ذهب التهديد الأكبر في المنطقة إسرائيل، وإن تهددت مصالحها بأن تحسم هذه الدول اتفاقياتها مع وصلت الفكرة. وعذرا للمقاطعة، كنت ضيفتنا عبر خدمة زوم من القدس، عضوة هيئة العمل الوطني والأهلي في مدينة القدس، الأستاذة رتيبة النتشة. كما أشكر الخبير العسكري العميد عبد الله الأسعد الذي كان ضيفنا عبر سكايب من اسطنبول، وأشكر ضيفنا هنا في الاستوديو المحلل السياسي الفلسطيني تيسير سليمان، نورتنا أستاذ تيسير، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. شكرا على طيب المتابعة، دمتم بخير، إلى اللقاء.